مساء الخير ومرحبا بكل متابعي ومتابعات صفحتنا الأوفياء، مرحبا بكم في حلقة جديدة. طبعا هي متجددة الحلقة هذه، بما أنه الملف اللي باش نحكيو فيه الليلة وباش نواصلوا في الحديث عليه اللي هو ملف الأمنيين المعزولين والأمنيين المحالين على التقاعد الوجوبي من مختلف الأسلاك، والعسكريين المعزولين وأعوان الديوانة المعزولين بقرارات جائرة طبعا، والناس اللي عندها أحكام إدارية باش ترجع تخدم، وصولات الإشراف ما رجعتهاش تخدم إلى آخره. من هذا الملف، هذه الحلقة الثالثة تقريبا من فتحنا الملف هذا مع سيد المنزل الهلالي كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري. مرحبا بك مرة أخرى سي منزلي. شكرا. في إطار التفاعل بطبيعة وفي إطار الاستجابة طبعا لمطالب الأمنيين وعائلاتهم اللي قاعدين يتصلوا بنا بشكل مباشر من خلال رسائل خاصة على صفحة أو من خلال تعليقات على صفحة، قالونا بربي ما تسيبوش الملف نتاعنا، كيما حلتوه الملف اقعدوا اضربوا عليه لناخذوا حقوقنا. احنا كالعاده في الموعد ان شاء الله باش نكونوا معاكم، وكيما وعدناكم الملف هذا مانيش باش نسيبوه لين بقدره ربي يتم التجاوب من سلطة الاشراف ومن السلطة المركزيه وتاخذوا طبعا حقوقكم. نحكي عن الناس المظلومه اللي عندها احكام اداريه في ايدها، وحتى لما عندهاش احكام اداريه وتعرضت للمظلمه وما نجمتش تتقدم او تتوجه للقضاء باش تاخذ حقها، او ما عندهاش الامكانيات الكافيه باش تاخذ حقها، راو هذا المنبر هو صوت المظلومين، هذا المنبر هو صوت الحق للناس اللي ما لقاتش الحق نتاعها بعد 2011 للاسف الشديد. دونك كالعاده ربما الحلقه هذه باش تكون ماهيش مطوله كما الحلقات الاخرى، باش تكون كما نقولوا فلاش على المستجدات وشنيا ليزيكو على الحلقات اللي عملناهم في فتح الملف هذا. اللي نعاود نذكر كونه جل وسائل الاعلام المرئيه والمسموعه والمكتوبه رفضت انها تخوض فيه للاسف الشديد، وانا شخصيا اتصلت بالعديد من زملائي اعلاميين انهم يترقوا للملف هذا ونعطيهم الملفات نتاع الامنيين المعزولين والمظالم اللي تعرضوا لها، الا انهم ما نعرفش علاش ما فما حتى تجاوب، ما رجعوش للمعنيين بالامر. عطيتهم لي كونتاكت نتاع سي المنزل الهلالي، عطيتهم الكونتاكت، يعرفوا الكونتاكت نتاعي، قلت لهم تفضلوا خذوا كل الملفات المتعلقه بهالناس المظلومه هذيا، اتبناوهم بس دي ما تبنوهمش، وصلوا لهم صوتهم فقط من خلال منابر الاعلام، ما فما حتى استجابه الحقيقه من وسائل الاعلام. هذاك علاش احنا موجودين معاكم كالعاده باش نضربوا على الملف نتاعكم، وبما انه شديناه الملف وحليناه احنا مانيش باش نسيبوه بقدره ربي الا ما يكون فما نتيجه ايجابيه. سي المنزلي مرحبا بك مره اخرى. مرحبا. السؤال بالطبيعه باش يكونوا معنا كالعاده زوز ضيوف اذا كانوا حاضرين معنا في استوديو المره اللي فاتت، المره هذه باش يكونوا حاضرين معنا عبر الهاتف، باش ناخذوهم من بعد باش يعطيونا طبعا رايهم بعد طرح الملف نتاعهم للعموم، وبعد تفاعل الاف مؤلفه من الشعب التونسي مع القضايا نتاعهم ومع المظالم اللي تعرضوا لها. كل التعليقات الإيجابية، كل التعليقات الداعمة للناس هذوما، كل الأصوات الحرة اللي ضربت كيف كيف من خلال تعليقاتهم وبالكلمة الطيبة على الأقل أضعف الإيمان بكلمة حق معناها وساندتكم. دونك هذه تحية للناس الساعة قبل كل شيء المتفاعلة وأعضاء الصفحة المتفاعلين مع ملفكم، وتحية لكل مسؤول شريف ونزيه حاول أنه يتفاعل مع الملف نتاعكم بشكل إيجابي، والخزي والعار لأشباه النخبة إلا حاولوا أنهم يدخلوا باش يعرقلوا المسيرة اللي قاعدين نقوموا بها هذه، مسيرة النضال من أجل الحقوق المسلوبة لمعناتها أمنيين معزولين مختلف أسلاك. دونك اللي حابوا يوقفوا هذا كل من خلال التشويه ومن خلال رسائل الخاصة ومن خلال أساليب قذرة تعرفوها، دونك هذه معناتها ماهوش باش يدوم. احنا مواصلين في فتح الملف هذا. سي المنزلي خليني نسألك قبل كل شيء، شنو المستجدات بعد الحلقات اللي خدمناهم وتمت مشاهدتهم من طرف الاف التونسيين، عشرات الالاف اللي تفرجوا على الحلقات السابقه، زوج حلقات السابقه، والاف التعليقات. خليني نقول الفيديو الاول تقريبا فيه 3800 تعليق، معناها الناس تفاعلت مع الملف هذا، فما ايكو كبير كي نقولوا 3800 تعليق مع امكانياتنا المحدوده والبسيطه، لا سبونسورينغ لا عندنا حتى شيء من اللوبينغ اللي قاعدين يخدموا به الجماعه. 80000 متابع للفيديو الاولى، معناها كومان معناها هز الراي العام. خليني نقول معناها مشكور سي عبد السلام، مساء الخير، بارك الله فيكم على التواجد على صفحه سي عبد السلام شقير، مشكور بارك الله فيه. كانت عنده الجراه باش يواصل في الملف هذا، والملف هذا راهو ملف حرق ويتسمى ملف الساعة، وأحسن ملف تنجم تسويه توا الدولة التونسية، خاصة بعد 25 جويلية. احنا نحكيو على بعد 25 جويلية، خاطر الملف هذا طرحناه مع رؤساء الحكومات السابقة الكل وما وصلناش حتى النتيجة، بالرغم المفاوضات اللي صارت مع جميع المستشارين
وكل شيء موثق موجود بالمكاتيب، وطرحناها من الشيء هذا طرحناه في اللايف الاولاني سي عبد السلام. باهي احنا توا باش نحكيوا على المستجدات، والملف راهو ما يشملش كان المعزولين، الملف راهو فيه برشا عناصر. العنصر الاولاني والهام اللي هو احاله الضباط على التقاعد الوجوبي بدون منا ظلما بدون موجب بدون موجب، والاحكام الاداريه الصادره في شأنه والاحكام الاداريه الصادره في شأن المباشرين ولم يتم تنفيذها، قطع النظر على اسناد الخطط المهنيه وعلى وضعيه الامنيين المتقاعدين وعلى برشا مسائل تهم الامور الامنيه لم يتم تسويتها بما فيها القانون الاساسي العام والا القانون لزجر الاعتداء على الامنيين. بالنسبه للضباط المحالين على التقاعد الوجوبي ظلما صار على مرحلتين، المرحله الاولى في عهد الراجحي وبن سدرين تم احاله 42 ضابط على التقاعد الوجوبي بدون معناها درس ملفاتهم بدون ارتكاب اي جرم واي كذا. الناس هذوما تم معناها وضع حد لمسيرتهم المهنيه لا لشيء كونهم لغة تابعين المنظومه القديمه وما نعرفش كذا. بعدها تم احاله 17 ضابط من الحرس الوطني في فتره ما باعتبار كونهم ما همش مواكبين المنظومه اللي شاد الحكم وقتها. 17 ضابط هذوما توا احنا كي نوصلوا حتى لدرس جميع الملفات نلقاو اغلبهم خرج تقاعد بما فيهم حتى 42 ضابط. شنو قعدوا الضباط اللي هما توا مازالوا صغار في العمر ومصدرين احكام اداريه نهائيه باته ويلزم ارجاعهم الى اماكن عملهم، وهذوما ضباط قاده وخسرت عليهم الدوله والدوله ما دفعت فلوسها وكونت الناس هذوما باش يقودوا البلاد الى بر الامان. الناس هذوما اليوم نلقاوهم احنا معنا محالين على التقاعد بدون موجب، انت حطوا على التقاعد الوجوبي ما عندوش جرم. البريفينيل المحكمه الاداريه في التقاضي الوصول للمرحله النهائيه من التقاضي حكم نهائي بات حكم اداري بات لكل فرد من هؤلاء. الاحكام الاداريه هذه تم درسها في فتره ما في اللي شد فيها السيد توفيق صرف الدين وزير داخلية على اساس عملوا الابحاث بتاعهم وندوا الناس هذه باش ترجع تخدم، لانه الطرف معناها كيما نقولوا احنا المجلس النواب ولا الناس اللي كانت تحكم ولا ما نعرفش شكونهم عطلوا ملف في عهد المشيشي ما تمش امضاء البرقيات وما تمش ارجاع الناس هذوما لاماكنهم معناها باش يخدموا على الروح. اليوم الناس هذوما في حاجه باش يرجعوا يخدموا على الروح، احنا باش نوضحوا بعد باش نعطي المستجدات باش اللي يتابع فينا ما يقلقش، قاعد نوضح في المراحل اللي مرينا بها وسامحوني باش ما نطولش. بالنسبه للاخوه الامنيين المعزولين، الامنيين المعزولين نعاود ديما نوضح ونذكر لو فما امنيين معزولين على الاخطاء الصناعيه اللي نقولوا احنا اخطاء صناعيه معناها اخطاء اداريه ما تلتقيش العقوبه نتاعها للعزل، تنجم تكون العقوبه نتاعها الايقافات على العمل والا بالخصم الجرايات ولا فما عقوبات اداريه سلم فما سلم في العقوبات في القوانين الاساسيه نتاع الاسلاك ونتاع حتى قانون العدد 70 نتاع قوه الامن الداخلي، فما تدرج في العقوبات قبل ما نوصلوا احنا للعزل. هذا الباب نتاع الاخطاء الصناعيه والاداريه، فما امنيين معزولين على ضوء قضايا تعلقت بهم، القضايا تعلقت بهم باش الاخوه الامنيين يتصلوا بيا برشا اللي هما ربما تم الزج بهم في قضايا هما في غنى عنها وتعزلوا وبعد طلعوا عدم سماع الدعوه. هذيك ملفات بعد تدرس انت تو كيف معناها السلطه والا الاداره ولا الجهه المعينه اللي باش تحل الباب نتاع التسويه، معنا الملفات هذه كلها يلزمها تدرس. فما ناس مورطه في قضايا ما ندخلوش فيها، مثلا الارهاب، التهريب، المخدرات، كما نقولوا احنا برشا جرائم ما تستحقش باش نجموا ونكونوا معناها احنا طرف كطرف نقابي ندافع عليهم. واضح.
بتبيع، احنا مش ندافعوا عن السلاتات بجرم يعني هذيك تتحاسب على روحها. نمشيو بعدها سي عبد السلام باش ما نمشيو، خاطر احنا عندنا 4 ولا 5 عناصر نتطرق لهم، وبعد تجي المستجدات اللي هي الليله باش تكون معناها ايجابيه. وراهو كي نقول ايجابيه راهو احنا مطمئنين وفي دولتنا، والسيد الرئيس معنا قبل الملف بعد باش نحكيو عليه. مي خليني نزيد نتطرق للعناصر اللي تم قبولها في الملف هذه لسن وضعياتها. الاحكام الاداريه للمباشرين، فمضبط والا ما نضبط صف مباشرين عندهم احكام اداريه باته مستصدره، سواء على معنا مخلفات عزل والمخلفات ارتكبوا معنا اخطاء اداريه والا تم ايقافهم على العمل، عندهم معنا احكام اداريه هو مباشر ولم يتم تنفيذها. اش معناها لم يتم تنفيذها؟ قولوا احنا لم يتم اتمام تنفيذها خير. اش معناها؟ معناها ما خداش حقوقه الاداريه والماليه بما فيها بلغتنا احنا فليسات والرطب نتاعه. هو مباشر توا، هو مباشر زميله من نفس الدوره، نحكيه في رتبه معينه مثلا هو ملازم، والسيد اللي عنده حكم اداري مازال وكيل. وقت اللي الحكم الاداري يخوله باش يكون كي زميله، معناها يرجع ما قبل قرار العزل. الحكم الاداري بحسب فاصل 9 و10 يرجعك ما قبل اتخاذ الاجراء هذاك في عزلك. واضح. بما فيها التسويه الماليه والاداريه. امتيازاته وفلوسه وكراديته وكذا. نفسانيا هو كي يبدا يخدم وحكمه الاداري مش مسوي، ما يعطيكش راهو الروندمون 100%. وحتى هو ما نحكيش حتى على الردم، وحتى في وضعه العائلي والاجتماعي وكذا وكذا، ديما يقعد يشوف الروح اقل من ولد دورته واقل من زميله اللي دخل معاه في نفس السنه للتدريب للالتحاق بالاسلاك الامنيه. واضح. باه وضعيه المتقاعدين، المتقاعدين هي اكبر وضعيه، واحنا الناس كل باش نتقاعدوا، اكبر وضعيه شاكه واكبر وضعيه يلزم الناس كل تتحرك بما فيها اعلى هرم في السلطه اللي هو رئيس الدوله. المتقاعدين هذا يخرج من التقاعد ما عادش ينجم يداوي بلاش، ما عادش ينجم يركب بلاش، واذا كان عنده واحد في التعليم باش يقعد معاه منخرط في التعاوني ويصب فلوسه باش يستنى في استرجاع ويستنى في كذا. هذه راهي مهزل. احنا نحب المتقاعد يتمتع بنفس حقوقه وهو مباشر. يا اخي هو يفني عمره 35 سنه ولا 30 سنه في العمل من اجل الوطن، من وتسمم حمايه الديار ومن كذا، وهو كي يخرج تقاعد احنا ما نكرموش باش نحافظوا له على الاقل على معناها كرامه، على الكرامه نتاعه. الكرامه شنو هو الكرامه؟ هو اللي ما تقاعد توا في 60 واكثر من 60 سنه، كيما هو معرض للامراض للتداوي لكذا، انت باش تعطيه حقوقه وتوفر له على الاقل، تحافظ له على معناها العلاج المجاني، وتحافظ له على التنقل. ودو شي يمشي مثلا يسكن نقولوا احنا في طبلبه ولا يسكن في سبيدله باش يهبط للقصرين، ولا في طبلبه باش يهبط للمستير، يركب بفلوسه هو كيما عنده بطاقته كان يتنقل كيما كان يتنقلوا جميع الامنيين، ثم وسائل نقل عمومي خليوها يعني امتيازات بسيطه كيما هو مباشر. اي ما هي الدوله ما هيش تخسر فيها حتى شيء، راهو نجم هما توا عدد المتقاعدين اللي قاعدين يتقاعدوا مع اضافه السنتين هذوما معناها قليل، ما عادش برشا راهو. والسنتين اللي اضافه هذوما توا صدقه، والله صدقه لله في سبيل الله ربي يهديه. ما احنا توا معناها الناس ولا باش نتكلم من الواقع، انا توا معناها الناس تاخذ عفو تشريع عام فلوس وكذا وشنو، ويفرغوا الصناديق ولا معناها شنو صار. وبعد تجي انت ناس موظفين بصار يكلت لك من الليل للنهار باش يستنى باش يخرج هو في ال 55 ولا في ال 60 سنه، تولي ترجعوا انت يا 57 يا 62 سنه. انت ما لاباس اخويا، انا نصدق في عامين على غيري، نصدق في عامين على غيري باش انت دخلت، انت دابت جبت ناس دخلتها في الوظيفه العموميه، وخذيت انت تعويض على قال شنو اني نظلت وانت كنت في الحبس، والاخر ما نعرفش شنو، والاخر ما نعرفش شنو. يا خويا احنا ما يهمناش خويا الامن، احنا ما نشيل مع حتى واحد اخويا. احنا ناقف على نفس المسافه من جميع الاطياف. ما يهمنيش انا في هذا ولا في هذا، ما تاخذليش حقوقي، الوقت تاخذلي في حقوقي يعني. انا، علاش انا نخرج 55 ونصبح نخرج 57؟ وال 57 نضمك كي نخرج، تي نقعد نعاني انا العامين هذوك، من بعد كي نخرج زيد نقعد نعاني
لا بطاقه لا باش نداوي ولا بطاقه باش نتنقل ولا حقي في كذا ولا ودي ما يتردبش ولا ما نعرف شنو وزيد ما انت نحي لي الرطب نتاعك. يعني عندي عينه عينات نعطيك مثلا يعني عندي توا شكون خرج ديميل دزناف ملازم 2013 بالله فاهمني يعني ديما نحب نفهمها هذا تو هو ديميل دزناف خرج تقاعد وانت يعطيه ملازم 2013 اخي من 2013 سي غادي تبلوكا هو الدينامو نتاع واحد يخت شنو تبلوكا غادي ما عادش نجم يترقى بالك تحرم من الترقيات لسبب من الاسباب لا ما يتحرمش ما نجمش تحرم انت مادام عرفتش اني نعطي فيك في نسال ما يتحرمش مادام انت عامل 14 عامله هما تو عاملوا التسويات على مراحل على مراحل بعد الثوره التسويات صارت على مراحل التسويات اللي صارت انت تو في عهد علي العريض وقتها والمجموعه قالوا بدنا تسويات الرطب باش نكونوا متساويين مع الجيش ومع غيره ومع غيره وبعد قالوا راك ما تفوز ثلاثه رطب باهي بعد انت في التسويه وقت اللي جيت قلت راهو الناس اللي كانت المدمجه بعد الثوره باش نعطيها التقاعد وما نفوتش 20 سنه واضح جيت انت اعطيتهم نسبه التقاعد واعطيت التسويه هذيك وتجي انت اللي باش يخرج تقاعد هذايا ملازم تعطيه مثلا جبت اكزامبل راهو هي الامثله برشا تعطيه راهو ملازم من 2013 تخرجوا 2019 راهو الست سنوات هذوك ما انت خرقت فيهم القانون راهو فيهم زوز رتب اخرين ولا ثلاثه راهو قانون ما يجوزش لا في القانون عدد 70 ولا في المناشير التسويه اللي نحكيو عليها ولا في المراسلات نتاع رئاسه الحكومه الحكومات المتعاقبه اللي صارت سوى ترويكا ولا بعدها ولا في كذا راهو هذا ما يركبش على بعضه رانا احنا في مؤسسه امنيه مضبطه واحد واحد يساوي اثنين باهين نجيو احنا الاسناد الخطط المهنيه بدون موجب نحن اخويا المسؤول اللي يجي يشد لو هذا نتاعي اعطيه رئيس فرقه هذا نتاعي اعطيه رئيس مركز اخويا اعطيني الكفاءات اخويا راهي المنظومه الوسطى اللي ماسكه البلاد اللي هما ما نقولوا احنا حجر الوجه الواد اللي هما مجربين واللي هما خدموا المنظومه الوسطى وفاهمين اش معناها ارهاب اش معناها امن عمومي اش معناها مرور اش معناها ابحاث اش معناها ارهاب اش معناها استعلامات اش معناها مختص اش معناها كذا اش معناها كذا اخي انت تجي الانسان كفء وتوصلوا رتبه معينه قولوا احنا محافظ ولا مقدم ولا عقيد ولا كذا وهو كفء تعرف وانت كفء ما تعطيش خطه ما تعطيهوش خطه وتجي تخرج انت في ناس قال شنو هذاك نتاعي حط رئيس رئيس فرقه تبحث هذاك ما هوش يسيطروا على دواليب المؤسسه ريت هدايا المرض الذي ينخر في هذا السرطان الحق البينيتراسيون هذا معناه يتسمى نقولوا احنا اقتحام وزارة الداخليه اختراق وزارة صحيح هذيك الكلمه الصح هذه اختراق وزارة الداخليه الخطط المهنيه هذه تكون عادله راهو مش انت تعمل لي تسويه وتعطي رتب وتسوي وكذا ورتب هذه على الورق باجي انا نلقى خطط ونلقى مفعول مالي ونلقى معنا من راح تختار ونلقى من راح تنزل ونلقى حتى شيء ايه شنو اخوي العزيز معناها انت تو عامل لي فترينه انا فهمتي كذا هو والشعب هذا كريتو البارح شي حق راح مشى يجي الكرم الشرطه هنا على اكزامبل انت شنو هو راهو هذا موضوع كبير بالنسبه لاغراق المؤسسه الامنيه معناتها المسقطين المقربين للاخوان وقت اللي كانوا في الحكم راهو هذا راهو يشمل او معناتها ينضوي على عديد المؤسسات وعديد الوزارات الاغراق الوظيفه العموميه والانتدابات العشوائيه والعفو التشريعي العام معناه دخلوا بهم وتغلقوا بهم لكل المؤسسات السياديه وغير السياديه في الدوله منهم وزاره الداخليه ما تنجمش انت وزاره الداخليه وزاره السياديه حماه الديار اللي هو مثلا انت تجي في سكتير باش تعطي رئيس مركز قال شنو تابع على الحزب الفلاني ولا تابع هو وكذا ولا عملوا له استقطاب ولا ما نعرفش شنو وكذا ودي يعطي الناس اللي عندها الكفاءه الناس تحمي لك البلاد والنتيجه شفناها سي سي مازدي النتيجه شفناها تدخل في المؤسسات السياديه النتيجه نتاعو شفناها شفنا مثلا وكيل جمهوريه معناها يتستر على 6280 ملف نتاع ارهاب هي نتيجه التعيينات معناها هذه العشوائيه نتاع الولاءات نتاع الجماعه خليني في الميدان اي يعني ما هو انا نحكيك في الميدان نتاعي في الميدان نتاعي علاه في الميدان نتاعك ما فماش انعكاسات على التعيين بالولاءات اخويا التعيين اللي ما يحبوش شكون يخدم معاه
باش تعطي انت روندمون تجيب نتائج باهي وكذا باش تقلق قد فلان فلاني خاطر هو صاحب فلان فلاني وفلان فلاني خاطر نصيب رئيس الحكومه وفلان فلاني خاطر كذا. لا خويا برا بعد علي حطي واحد موالي يفهمني ونفهمك او شنو نحبه هما كي نقول له الو ولا ريض يريض معناها مازالوا يحبوا يخدموا الامنيين كماريونات نحط كاني مسؤول معناها فيترينا باش نقضي بك شوري كمسؤول نحكيو انا احنا على المنظومه اللي كانت تحكم راه ما نحكيش على اش فما جديد وان شاء الله احنا توا ان شاء الله نتفائلوا خير بالناس اللي شدت توا ومشات مدير عامين وشدت كذا واحنا نراو كونوا فما كفاءات صحيحه وجديه واني نعرف بعض اشخاص معرفه شخصيه ان شاء الله باش ينفعوا المؤسسه الامنيه ان شاء الله والله بس امل على لسانك سي مزدي توا خلينا نمشيو توا عطينا يا سيدي المستجدات الناس كل تستنى المستجدات احنا قلنا نهار 13/7/21 كتبنا السيد رئيس الجمهوريه وصار الاتصال وحكينا في الموضوع هذا واحنا في اللايف هنا اللايف الاولاني على اساس كون السيد رئيس قبل الملف وننتظروا كونه باش يشكل لجنه والا ياخذ قرار ولا كذا على بعد احنا راهو نحكيو 13/7 قبل ما يصير 25 قبل ما السيد الرئيس بعد يفعل فصل 80 يفعل فصل 80 13/7 هذا وقت اللي احنا كنا مع رئاسه الحكومه في مفاوضات رسميه موجوده بالملفات هي يعني مع المستشارين الكل وما وصلناش حتى النتيجه نظرا ديما تأجيل وديما هكذا اش منا فيه احنا الملف نتابعوا فيه عن كثب وعن طريق ناس معناها متواجدين معناها بالرئاسة الجمهورية فهمتي ولا على ضوء ملفنا نتابعوا على ضوء ملفنا بالقانون عاودنا كتبنا النهار 2/9/2/9 بعد اللايف الثاني كتبنا السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الداخلية مكتوب السيد وزير الداخلية في نفس الموضوع باعتبار كون وزير الداخلية معنا الدرجة الأولى بعد رئيس الجمهورية بالملف هذا يعني يوم يقع تكليفه سواء من طرف رئيس الجمهورية ولا من طرف الوزير الأول ولا رئيس الحكومة القادم فهمتي هو باش ينفذ الشيء هذا وذكرنا السيد رئيس الجمهورية أنه روى عنده ملف مطروح على طاولته يخص المعزولين والضباط المحالين على التقاعد المتحصرين على الأحكام الإدارية والأحكام الإدارية الغير منفذة للمباشرين والمتقاعدين والخطط المهنية كلهم موجودين توا حسب بالمطلب هذايا على بيرو السيد رئيس الجمهورية وبعد ما تبعنا الملف في ظرف معنا يومين تالي بالاتصال بديوان رئاسة الجمهورية تأكد أن السيد رئيس الجمهورية رحب بالطلب وماشي في الطريقة الإيجابية باش يسوي الملف لكن احنا مازلنا ما نعرفوش طريقة التسوية يعني نداء للسيد رئيس الجمهورية بما انه معناها الملف هذايا ساخن وموجود على طاولته وفيه برشا ظلم وهو متأكد اللي هو فيه برشا ظلم احنا توا القرار اللي باش ياخذه هو سواء اذا كان طلب تكليف لجنة من نقابة الأمن الجمهوري ينجموا يشاركوا فيها سواء ضباط المحلين على التقاعد والمعزولين وكذا حسب طلب رئاسة الجمهورية نحن نستجيب لذلك أو إذا كان هو خذ قرار باش يكلف معنا طرف معين سواء الوزير الأول ولا رئيس الحكومة اللي هو باش يعينه وإلا السيد وزير الداخلية ووزير الدفاع بما أنه احنا تبنينا بين قوسين باش سامحوني الأخوة العسكريين راهو احنا متبنين ملف العسكريين في نفس الوضعية راهو ملف العسكريين علاش بنينا نفس الوضعيه لانه الجيش درع الوطن والجيش يهم كل تونسي حتى مواطن مش نحكي انا كامني ولا كنقابي بني الموضوع وبصدر رحب انا وبالرغم راهو احنا نحكيو كنقابه امنيه لكن الموضوع انا متبنيه وبني الطرح نتاعو امام السلطه سواء امام رئيس الجمهوريه ولا امام وزير الداخليه ولا امام وزير الدفاع. باهي خلينا نقراو للساده المستمعين خاصه الامنيين مختلف الاسلاك باش توجهت بشكل رسمي نقابه الامن الجمهوري التونسي للسيد رئيس الجمهوريه. باهي تبعا لمكتوبنا المشار اليه بالمرجع عليه والمتضمن طلب مقابلتكم بخصوص النظر في تسويه وضعيات امنيه عالقه حيث نفصلها لسيادتكم كالتالي. النقطه الاولى موضوع الضباط المحالين على التقاعد الوجوبي وتنفيذ احكامهم الاداريه الباته. النقطة الثانية موضوع الأمنيين المعزولين والموقوفين عن العمل من أجل أخطاء صناعية اللي كنت تفسر فيها أنت أخطاء إدارية وتقنية إلى آخره.
ثلاثة، إسراع النظر في تنفيذ الأحكام الإدارية الباتة، الناس اللي عندها أحكام بما فيها الأحكام الإدارية المباشرين. بالضبط. رابعا إعادة النظر في إسناد الخطط المهنية. خامسا تسويت وضعية الأمنين للمتقاعدين. سادسا إضافة بالطبيعة إلى عديد المسائل الطارئة المتعلقة بذمة الإدارة. هذا المراسلة الرسمية بالشغل. لا خطر مهم جدا إنه المتابعين وخاصة عائلات الأمنين المعزولين والمحالين عن التقاعد إنهم يشوفوا التحرك متاع سيمنز والتحرك متاعكم كنقابة أمن جمهوري تبنيت الموضوع هذا. دونك أنتم مشكورين. يوم 2 سبتمبر 2021 توا يعني ما عندوش برشا رسلتوا بشكل رسمي سيد رئيس الجمهورية وطلبتوا التطرق للنقاط هذه. مواصل نكمل. تفضل. بالنسبة للمراسلة متاع هذه اللي كنت سيادتك تطرقت وتليتها على السادة معناها المتابعين، هذه داخلة في نطاق معناها نشاط النقابة والمتابعة للموضوع. الموضوع راهو إيجابيا محلول بحول الله لطالما فهمتني السيد رئيس الجمهورية قابل الموضوع وفاهم الموضوع، هو معناها حتى قبل هو معناها ما يشد السلطة قال راهو حتى وحتى اخيرا معناها جبدها قال راهو حتى الشهداء اللي ماتوا نجموا نواصلوا معناها في ترقياتهم وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. ما نتصورش انا السيد رئيس الجمهوريه اللي الضباط المحالين على التقاعد والى المعزولين والناس هذه كلها راهي مظلومه. راهو فما عائلات راهي فما عائلات بات للشر، راهو فما عائلات راهي ما عندهاش مشكلة راهي ما عندها كذا. توا راهو تريز إذا راهو نقول خاطر أنا تليفوني ما يسكتش، راهو فما ناس راهي فما ناس متقلقة، راهو ريت الأمل اللي أنت وقت تعطيه أمل هو معزول تعطيه أمل أنت باش تسوى وضعيته ويرجع، راهو ما عادش يسيبك، راهو ما عنده معناها شعرة 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 مسك فيها. صحيح. وقت اللي كان حتى واحد ما ينجم يتبناه وحتى واحد ما ينجم يتكلم عليه، انا نتكلم عليه كمازدا اللي كاتب عام الامن الجمهوري نقابه الامن الجمهوري. وهنا بالله باش نلاحظ حاجه وبربي نحب معناها كافه المواطنين والامنيين المعزولين والعسكريين المعزولين، راهو ملف الامنيين المعزولين متبني الشخص الوحيد مازال اللي كاتب عام نقابه الامن الجمهوري واي طرف ثاني يتكلم باسم نقابه الامن الجمهوري او يحكي على ملف المعزولين أو طرف نقابي من أي نقابة أخرى تدخل على الخط، خطر الناس فاهمة اللي الموضوع ماشي للتسوية. فهم برشا أعضاء من برشا نقابات مشاو يتصلوا سواء برئيس التنسيقية متاع المعزولين الأمنيين أو غيره باش يحبوا ياخذوا معطيات عن الملف. الملف راهو مش مستحق معطيات، الملف راهو تام ومخدوم موجود عند السيد رئيس الجمهوريه، الملف مخدوم من طرف السيد منزل الهلالي كاتب عام الامن الجمهوري. انتو كان تاريخ مسجل سي منزل لا باش نفهم راهو خاطر فما اطراف سلام سامحني فما اطراف دخلت توا تتكلم على الموضوع المعزولين، ربما توصل تبتز الشعبات، راهو انا راني بريء من اي واحد يتعامل مع اي شخص اخر. راهو رأسا أنا نتعامل مع سيف الحجاجي في الأمن الوطني ورضا الأسود نتاع الجيش، رأسا نتعامل كان مع زوزة الضومة وملفات نتاع الناس كلها راهي موجودة، وراهو أنا نعتبره نداء، راهو أي طرف نقابي من أي نقابة داخلة ولا نقابة أسست تحب تركب ولا طرف نقابي يتصل بأي طرف معزول ولا رئيس تنسيقية ولا غيره راهو يعتبر اتصال وابتزاز. واضح. هذا تنبيه، راهو يعتبر اتصال وابتزاز، راهو العمل الإنساني، أنا راني برا العمل هذا إنساني وراني وصلته لأعلى سلطة في البلاد ورانا باتصال معناها بقصر كرتاج ورانا باتصال معنا بالأطراف اللي لاهية مع السيد رئيس الجمهورية إن شاء الله هو خطر الكم متاع الهم متاع المشاكل اللي سايرة في البلاد، ربما ثم أولويات ما نجمتش تخلي السيد رئيس الجمهورية ينتبه للموضوع هذا طونكو هو معناه هام جدا، لكن أنا نعاود ننبه السيد رئيس الجمهورية راه الموضوع هذا من الأولويات القصوى، راهو الموضوع هذا ضربوا به البلاد، راهو ضربوا به الهرم نتاع المخابرات ونتاع الأجهزة اللي كانت هي ماسكة دواليب وزارة الداخلية ودواليب كذا كذا، راهو يلزم الموضوع هذا يلزمه تسوية سريعة سيد الرئيس. وانت تعرف باهي سي منزلي توا نمشيو نتعداو الاتصال بزوج ضيوف نتاعنا، دونك نبداو بسي سيف بالطبيعة نحاول الاتصال بسي سيف على التنسيقية متاع المعزولين، كان حاضر معنا منذ أسبوعين في الحلقة الثانية
من التفرق نتاع ملف المعزولين، نحاولوا سوفيا نتصلوا بسي سيف به. هما في اطار المتابعه بطبيعه، ما نعرفش اذا كان موجود معنا سي سيف. سي بون به. دونك سي سيف مرحبا بك، تسمع فيا؟ تسمع فيك. مرحبا بك سي سيف. كنا تو نحكيو انا وسي المنزلي في اطار متابعه والمستجدات في الملف نتاعكم انتم كامنين معزولين من مختلف الاسلاك بطبيعه والمحالين على التقاعد الى اخره. دونك سي المنزلي يقول كونه ورانا بلوتو مراسله رسميه بتاريخ 2 سبتمبر 2021 من كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري سي المنزلي الهلالي إلى السيد رئيس الجمهورية، يطالب فيه في 6 نقاط دونك واضحة. الإسراع معناها في النظر في الملف نتاع زملائك نتاعكم ونتاع زملائكم، طبعا لي على الأقل نيل أبسط الحقوق نتاع الناس هذيا، أنها يطبق معناتها يطبق القانون بالنسبة للعباد اللي عندهم أحكام إدارية، ويطبق القانون بالنسبه للناس اللي تعرضت للمظالم عده ما حكيناها مع بعضنا سيف منذ اسبوعين تقريبا. انت شنو تحب تقول في تدخلك معنا اليوم؟ اول حاجه ساعه نعاود نشكر مره اخرى، نشكر خويا عبد الشريف. عايشك. كنت صوت الحق وكنت الاعلامي بالحق، عطيتنا درس في الاعلام على خاطر كما قلت وانا تابع فيكم من اول اللايف، تابع فيكم انا بالحق الاعلام ما فهمتش الملف هذا كان معناتها مشفر اصلا، معناتها ما فهمناش الوضع نتاعو، ما حبش يتعدى في حتى بلاتو، ما حب حتى عليه يتبناه ولا يتكلم عليه. كنت انت عندك شجاعة كيف انك تبنيت الملف هذايا وتكلمت على الشريحة هذه من مواطنين، انا نقول مواطنين تونسيين قبل ما يكونوا معناتها امنيين. ثم نشكر ساهر الراجل اللي بجنبك بالحق، نقول كلمة راجل على خاطر بحق كان راجل اللي كتب عام لقسم جمهوري سيد مجدي الهلالي اللي تطوع واللي تبنى الملف هذايا معناتها وخذاها على عاتقه على مسؤوليته، ما سواه معناتها تكاليف معناتها ماديه او على حساب حتى وقت عائلته على وقت، وكان معناتها عنده رحاب في الصدر اكثر من كل اللي كنت اتوقع فيه. بالنسبه للموضوع نتاعي انا مانيش باش نضيف برشا على سي المنزلي، خاطر هو اللي يعرف الموضوع هذا ودرسه مليح ويعرف ايش يتكلم ويعرف الخطوات اللي يمشي فيها. بالنسبه لي انا ما نضيف حتى شيء، اني الناشد عن طريق الصفحة نتاعكم نجد السيد رئيس الجمهورية أول حاجة، لأنه يعني أعلى سلطة وأنه القرار يكون بيده هو. أنا رأيي أني مش كله أنا نوصل صوتي أنا وصوت جميع الأمنيين المعزولين اللي يسمعوا فيك ويشاهدوا فيك. رأي الناس تعبت، ناس تعبت برشا، رأي الناس بالحق نقولوا رأي الناس جاعت، رأي مش كلمة تتقال، رأي الناس بالحق جيعانة، ناس جاعت في كروشها، صغارها جاعت، نساها تشردت، مجرد إمضاء سواء كان معناتها قرار معناتها سياسي او كان معناتها مؤامره على العون هذاك او كان معناتها في لحظه نتاع ما نعرفش انا ما نجمش نسميها الكلمه هذه، في لحظه ضعف نتاع اطار امني ان تصح على عزل نتاع موظف نتاع مواطن تونسي اللي راهو ما تعرفش العزل اللي بعده هو اللي شنو يتسبب منه، سواء العائله كيفاش هذيك باش تشرد هو معناتها تصور انسان كان يخدم وعائلته كانت قائمه بعائلته يصبح هو معناتها مجرد على خطا معناتها غياب او زواج معناتها غير صيغه قانونيه او حاجات بسيطه معناتها كيف هكا تعزل عليها معناتها امني يصبح معناتها هو وعائلته متشردين. ثم ناس معناتها تصلوا حتى في المنزل ويعرف ايش نحكي، اني معناتها ثم ناس معناتها كاريه طردت معناتها قاعده بتبشها في الشارع، ثم ناس تو تبات في بالفيدير، وانا مستعد نصوركم حتى لايف نمشي بالفيدير ولكن كيفاش معناتها امنيين يباتوا في بالفيدير، معناتها شيء معناتها بالحق يحزن برشا. ونحن بعد 25 جويليا قلنا معناتها ان شاء الله رجع الامل القائم، انه معناتها نسمع معناتها ديما في السيد الرئيس انه يحكي على رفع المظالم وانه ما عادش ثم ظلم. نحن الشريحه هذه بالحق تسحق لفته معناتها استعجاليه، يعني بالحق الناس هذه تعبت برشا، تعبت برشا، واللي ثقتها رجعت من بعد 25 جويلية لا لشيء، لأنه يعني لما نظرنا الفساد اللي كان في تونس والحكومات المتعاقبة والحكومات اللي جات واللي وعدت الناس هذه معناتها كل وزير يجي كل رئيس حكومة يجي يوعد وما سماش، من كثر ما ماتت وتسويق الناس ما عادش عندها ثقة حتى في نفسها، مش ما حتى مش يقولوا في دولتها، ولكن تو الثقة رجعت أول حاجة ساعة عن طريق نقابة الأمن الجمهوري، عن طريق شخص الراجل ديما نقولها الراجل سيد مجدي الهلالي اللي رجع ثقة الأمنيين المعزولين، ثم عن طريقك أنت اللي اليوم أصبح معناتها الأمنيين المعزولين نجموا يتكلموا في اللايف والناس تسمعهم والناس تسمع معاناتهم وتسمع معناتها مناجاتهم. ما نجمش نطول برشا، حاجة واحدة نقولها، نتمنى أن سيد الجمهورية
ما يخليش الناس هذه راهي تعبت بالحق، راهو كل نهار بحسابه، كل حتى العوده المدرسيه تو على الابواب، معناتها اللي عنده صغار معناتها ثم ناس سرقوني قالوا لي معناش باش نرسموا صغارنا، ما عندوش معناتها باش يرسم صغارنا. معناتها تصور انت واحد صغار وما يرسمش يفكر في ماكلته وشرابه، راهي كل مناسبه، راهي كل عيد، كل رونتريس كل راهي الناس تذبح الف ذبحه، راهي الناس عاني في معاناه كبيره برشا، خاصه من بعد العمل معناتها بعد 10 سنين و15 سنه و20 سنه يخدم يلقى روحه معزول من اجل غياب. والله شيء يوجع ياسر، يوجع برشا برشا، وراه ما يحس العادة كان يتعزل. ما نجمش نضيف أكثر من هكا، أني ناشد مرة أخرى في رئيس الجمهورية عن طريق الصفحة نتاعكم، ينظر لنا، يتلفت لنا، ياخذ قرار معناتها بالحق الناس ما عادش تنجم تصبر، راني ديما نعاود نأكد أنه راهي الناس هذه ما عادش تنجم تصبر، راهي راهو كل يوم تليفونات، كل يوم معناتها ولد الناس يصب في كيس دبري حقك باش يطلب باش يقول لي فما شيء جديد فما شيء جديد فما شيء جديد، ناس تعبت، ناس تعبت، هاي بالحق ناس تعبت. وحاجة أخرى نحب نقولها زاد ما عادش قاعد صوت يوصل ولا يوصل سيف نسمعوا فيك. حاجة أخرى نحب نقولها بالنسبة للي قالوا في المنزلي، راهو بالنسبة لنا اتصلوا بيا راهو بعض النقابات. اتصلوا بي بعض النقابات، لكن الرد نتاعي معروف، وانا نقولها حتى لو كان هما يشاهدوا توا، راني بالنسبه لكل نقاب يتصل بي نقول له بالنسبه لي انا راني صحيح منسق عام، ولكن هو الموضوع عند في المنزل اللي كاتب عام نقابة الجمهوري هو المتبني الموضوع، اذا تحب انت تدعم الموضوع نتاعنا او تقف في الموضوع تتصل بسيد المنزل الاهلي تاخذ من عنده معناتها اللي تحب انت تفاصيل او اوراق او ملفات او مطالب وتواصل معاه، هذا شيء ثاني، تتصل به هو راه مباشر، هو الموجود على الميدان، هو اللي يقود في السفينه نتاع المعزولين، نجم يتصل به، نجم معناتها ينسق معاه. بالنسبه لي انا طويلة عندي انا نقابه امن الجمهوري كاتب العام السيد المنزلي الهلالي هو معناتها اللي يشوف فيه توا الربانه نتاع السفينه نتاع المعزولين. مشكور يعطيك الصحه. مشكور السيد مشكور. بالنسبه لنا احنا النقابات اللي اتصلوا بيك ونوجه هنا النداء، اللي يحب يساند واللي يعمل بيان واللي تفضل ينضم لنا في الموضوع، لان الموضوع تقدم اشواط والموضوع توا تحل انا عندي انا تحل، انا مستنى القرار بتاع السيد رئيس الجمهوريه سواء هو باش بقرار سياسي ولا مرسوم ولا يعطي تعليمات ولا يكلف ولا ينادينا. الموضوع بالنسبه لي يعني انا تقدمنا اشواط مزيانه برشا وفرحانين، ان شاء الله الناس هذه ترى وجوهها للضوء يا سيد. وهذا متاكدين من الناس اللي هي تتصل بيك النقابات كلها، نوجه هنا النداء لجميع النقابات الامنيه، اي نقابه امنيه ترى كونها توا فاق ضميرها ولا توا تنجم تكون خرجت من قشرتها تنجم تحب تعمل بيان ولا تساند ولا كذا ولا تعاون ولا كذا، اخويا مرحبا بك في المسانده، اما ما تنجمش راهو تركب على حدث هو توا بيد رئيس الجمهوريه وحدث تالي ملف مخدوم، راهو احنا هذايا عانيناه من اول الثوره، راهو احنا توا نحكي لك يعني حتى على تاسيس النقابات وغيره وغيره، نعملوا نعملوا بعد تجي ناس اخرى تركب ويركبوها خاطر باش تخدم اشخاص وتخدم كذا، رانا تجاوزنا المراحل هذيا، احنا توا الناس هذيا راهي عائلاتها جاعت والناس هذيا راهو يلزمها حلول جذريه راهم ماهيش نية الحقيقه يلزم توا معناها توا احنا ما تنساش توا سي منزلي احنا راهو العباد تتفرج فينا ربما تعرف كل العائلات كونه توا البريود هذيا نتاع لونتري سكولير صعيبه برشا على العائلات اللي هي تخدم كدير الناس اللي هي معزوله معناها وتهبط والله يصدقني شيء. انا يوميا والله اتصالات والله ساعات نبدا محرج فما شكون يكلمني صباح يعاود يكلمني لا شيء، علاش يعاود يكلمك لا شيء؟ لانه رافيك في الضوء ورافيك في الامل. صحيح والاتصالات اللي قاعده تجينا على اداره الصفحه معناها بشكل مهول، كنت نحكي انه سفيان بكري معناها بال 180 مساج و 200 مساج. سيف يعطيك الصحة على تدخلك معنا، حبيت فقط انت تكلمت والحقيقة كنت خير بورت بارول معناها كنت خير ناطق باسم زملائك المعزولين. لا بالحق معناها انا ما نعرفوكش من قبل، ربما تعرفت عليك منذ اسبوعين في الحلقة الأخرى، معناها انسان خلوق هذه كلمة حق الحقيقة معناها، وأتشرف بمعرفتك وأتشرف بصداقتك. يعطيك الصحة سيف ان شاء الله مازلت نعمل من مجهود الخاص بفلوس عائلتي جوستومون معناها ريتو سيف يمشي يخدم صنعه يخدم كذا يخدم كذا ويسمع فيه يخدم حتى العمل اليومي هو شيخ معناها فهمت. تحيه ليك تحيه خاصه سيف وتحيه خالصه ليك، وعلى المستوى الشخصي معناها تشرفت جدا بمعرفتك واتشرف بصداقتك.
وان شاء الله ان شاء الله على قريب نصبوا مخطر به، وان شاء الله على قريب ان شاء الله سيف، ان شاء الله ثم كان خير يا سيف، نعاودوا نرجعوا مره اخرى معك في اللايف وباش ان شاء الله نحتفلوا، ان شاء الله نحتفلوا، نبينوا معنا الفرحه نتاعنا ان شاء الله بالرجوع. ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحه سيف الحجاجي، كنت معنا تنسيقيه الامنين المعزولين، شكرا لك على حضورك معنا على المباشر. سي مازن تعداوا للاتصال بممثل العسكريين المعزولين اللي كان حاضر معنا ايضا منذ اسبوعين في الحلقه الثانيه اللي هو سي رضا الاسود. نعطيو لسفيان فوالا دونك به. هذه راي سي سيف اش قال لك اهم نقطه اللي حبيت نقف عليها، قال لك راهو بعدك الحلقات اللي عملناهم المكالمات برشا عليه، وفما باسيس امل وباسيس من النور شافوا معناها زملائه وعليك انت بيان سور وعلينا احنا على الصفحه دونك بيان سور. ايش نقول؟ نقول الضغط هذا هي الحاجه الوحيده اللي تنجم توصل وتبلغ. احنا اذا كان قمنا معناها بهذا الكل راهو هذا واجبنا. باهي يظهر لي معنا على الهاتف سي رضا الاسود، كان معنا حاضر منذ اسبوعين في الحلقه الثانيه فيما يخص الملف نتاع الامنيين والعسكريين المعزولين. مرحبا بك خويا رضا. السلام عليكم. مرحبا بك سي عبد السلام. مرحبا والزميل تاع كل معناها كلمه شكر وتقدير مشكور على المجهود اللي قدم فيه. وقبل ان نتطرق للموضوع الاساسي اود ان اتقدم باسم وباسم جميع العسكريين المعزولين باربع عبارات الشكر والتقدير للسيد المنزل الهلالي الكاتب العام للنقابه الامن الجمهوري وسيد والدكتور الاعداد السيد عبد السلام شقير لما تقدمونه بكل جديه وبذل جهد من اجل رفع ثوب المظالم على الامنيين العسكريين المعزولين بدون موجب قانوني، بل هو تحت حمايه قانون جاء من قبل بعض المسؤولين الغير قادرين على تقديم قياده بعض المجموعات، وهذا الشيء ثابت من خلال الملفات نتاعنا اللي هي اكبر دليل على مدى الظلم اللي تعرضنا له احنا خاصه العسكريين. ديجا حكينا في الموضوع هذايا سابقا وتطرح علي السؤال من قبل السيد المنزل الهلالي، هل الاخطاء متشابهه بين الامنيين والعسكريين؟ مع احتراماتي معناها للعزل من قبل معناها الامنيين، احنا العسكريين العزل نتاعنا بالحق راهو شيء له جبين في تفاهم من الاسباب نتاعو، وهذا شيء ثابت واحنا ديجا طرقنا له وتكلمنا عليه، هذه راهو معناها اسباب بالحق لا ترتقي، معناها ديجا جبدنا احنا من بعض الاسباب اللي قلنا معناها الناس ولات تحاسب على القضاء والقدر، ربي سبحانه عز وجل والدين نتاعنا ونعرفوه، الله يقول معناها كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، لهنا هما يقولوا خطا. اذا كان انت كدوله مسلمه وانت معناها قائد مسلم وتجي تتحدى انت القضاء والقدر بالحق بدون تعليق، لهنا انسان معناها بمجرد يخير معناها بمجرد معناها كما نقولوا معناها يرتكب هفوه اللي هي معناها خارجه عن اراده، سبحان الله. اخي الحوادث هذه معناها خط احمر على العسكريين، اخي الغياب هو خط احمر على العسكريين، مش قولي انت انا معناها المؤسسه العسكريه معناها فيها الانضباط، نقول لك بالطبيعه فيها الانضباط ويجب معناها على كل عسكري باش يكون منضبط، وهذا الشيء معناها احنا نحترموه، لكن راهو معناها سامحني القضاء والقدر العسكري ماله الا بشر راهو باش يخطا، وهو ديجا يقول لك خطا اداري، الله يقول معناها سبحانه والخطا هذايا معناها كل انسان يخطا، كيفاش انت تجي تحاسبني على حاجه وتحطمني بها وتحطم عائلتي وتقصيني من المجتمع معناها بمجرد معناها خطا لا يرتقي باش انت تقصي عليه معناها عائله كامله، هذا ماهوش معقول. والشيء الادهى من هذا اللي معناها بالحق العسكريين المعزولين والله العظيم معناها نقولها انا ونورمال معناها مع كامل احترامي للناس الكل معناها خليه يسمع، وانا نوجه رسالتي للقاده القوات المسلحه اللي هو من تاريخ 25 معناها وعد الشعب التونسي بان لا يظلم معناها اي مواطن طالما هو على راس الدوله. اليوم انا نقول له يا سيد الرئيس راك انت معناها تعرف اللي القضيه نتاع العسكري المعزولين اللي هما راهم معناها مظلومين، وكي نقولوا معناها العسكريين نقولوا عائلات، نقولوا معناها فئه من المجتمع اللي هي راهي تشرذب العائلات نتاعهم، فما اللي وصلوا معناها للطلاق، فما اللي وصلوا حالات بالحق معناها تهربت العائلات، فما انسان معناها عنده ثلاثه اولاد معناها مش يقريهم اليوم السنه مش يدخلهم للقرايه. مشى معناها لو جلب في خدمه باش يعاونوه باش يعاونوه باش ياكلوا باش يعيشوا، معناها ثلاثه صغار يتحكموا معناها بمجرد خطا بالحق راه شيء يمدى له الجبين. انا نحب معناها نوجه رسالتي للسيد قائد القوات المسلحه اللي من المفروض
اللي التقدم الفكري والتكنولوجي معناها باش تبني انت دوله صحيحه يلزمك انت تحاسب المسؤول قبل ما تحاسب معناها العامل، يلزمك تحاسب المسؤول على تاثيره معناها للمجموعه اللي هو قدسها. وهذا شيء سابق اللي راه فما خاصه معناها فيما قبل 25 احنا نحكيه معناها في المنظومه اللي سبقت، منظومه بادب معنى الكلمه والملفات بتاعنا موجوده معناها في الفساد اللي هو بالحق معناها شيء يمضى له الجميل. كي تشوف انت من المضحكات المبكيات كونك كي تمشي انت باش تتكلم معناها تقول راني مظلوم بالحق يخزر لك بعين معناها تاع استهزاء، وكأن معناها الدموع نتاعنا احنا هي معناها في البسمه نتاعهم، وكأن حزننا احنا هو في فرحتهم. حرام عليه احنا مالنا الا توانسه، احنا معناها اللي خدمنا واعطينا ومازلنا باش نقدموا ومازال فما ناس صغار راهي عمارها معناها بين 25 35 اللي راهم تعزلوا، ناس خاطر 5 سنين وانت طالع يجي انت تعزل بمجرد معناها خطا لا يرتقي معناها السبب اللي هو عمله. وديجا نرجع ونقولوا راهي فما اخطاء مرتكبه وفما خطا مركبه، الخطا المركبه ذا من قبل بعض القياديين اللي هما للاسف نزيدوا نقولوا هذه حقيقه، والملفات هي اكبر دليل على الصدق ما اللي يقول فيه. تم ملف ما بيناتنا اللي هو معناه يستغل النفوذ بتاعه وموجود الشيء هذا، انا مستعد نجيب لك منه ويعطيك الادله في استغلال النفوذ بتاعه. انت كان مشيت معاه تولي انت النوت بتاعك 20 على 20، كان انت ما مشيتش في الهواء بتاعه هو انت راك معناها دق عليك البريسيون والضغط ومعناه تلقى روحك على برا. يجب محاسبه معناها المسؤولين هذوما. انت باش تنظف وتحب تبني دوله ابني معناها قائد نظيف، قائد معناها يعرف كل شو معناها الدوله. تونس راهي مش نتاع ناس وحكر على ناس، تونس ملك كل انسان تونسي ومن حق كل انسان باش يخدم فيها. احنا راهو تظلمنا برشا، احنا راهو بالحق معناها اللي نحب انا نزيد نعرج عليه. ورسالتي للسيد القائد عرفات المصالحه اللي هو مشهور قول وفعل ومعناها على المبادره الطيبه اللي قاعد يقوم بها من اجل بناء دوله معناها صحيحه، احنا نقولوا له السيد الرئيس بربي لفته معناها للمعزولين راهو معناها بالحق ناس تحطمت، ناس ما عادش تنجم، ناس فاقده العيش الكريم، ناس معناها ولا تفكر في الانتحار، هذا راهو مش معقول. اذا كانت انت معناها الاف من المواطنين اللي هما خدموا البلاد وحملوا معناها زي القتال وحملوا سلاح من اجل الدفاع عن رايه الوطن، وانت تجي بمجرد معناها خطا، ديما نقولوا خطا وهم يقولوا راهو خطا، معناها انت باش تقصيه معناها من الحياه الاجتماعيه جمله بالحق ثلاثه نقاط راهو ماهوش معقول. ماهوش معقول. احنا بربي سي المنزلي وسعد سلام الشير ما عرفش معناها نحب نقول معناها تلخيص ملخص في اللي كان كنت معناها نحكي فيه توا، نقول معناها ظلمنا الزمان وجرح الايام زاد على ما بينا، صبرنا وثقنا مرار الصبر والنوم شفى عينينا، يا عين كفي من الدموع كفي من دمعك طافت خدينا، يا رحلة الايام يا رحلة الايام العمر منا راح وين راح لا ما بينا. شنو يهمك في مرارنا راضين بمكتوب ربي لينا، رانا احنا بالهمة زي راضين لكن طالبين معناها العيش الكريم. بربي رانا احنا ناس نحبوا الوطن، واكبر دليل على حبنا للوطن اللي احنا رانا الوطن زي درع الوطن احنا مأمنين التشرد اللي وقعنا له سيري ضار معناها العائلات سيري ضار يا سيري ضار مازلنا معناها متشمسين يا سيري ضار حبنا للبلاد. نعم خويا راك غالي يا خويا، الشعر هذا نتاع انسان ممتاز متكون وباهي، اما نقول لك حاجه راهو الجيش درع الوطن. احنا راهو ايش نقول لك، اني تو تبنيت موضوع العسكريين لاني عندي حب وميل خاص للعسكر، لانه العسكر هو ولد الشعب كما الامني ولد الشعب وكله، فهمت؟ وان شاء الله بحول الله راهو فما كان الخير بحول الله فما كان الخير. شويه صبر معنا ورجع بصيص الامل، نعرف زملائك معناها المعزولين يقلقوا فيك يطلبوا يتكلموا وعندهم الحق خويا. رونتري سكولير وناس تتعب، مش حتى رونتري سكولير وضعيتهم العائليه، ثم شكون وصلت لها، ثم شكون
وضعيته، فما شكون معناها كان كارير وكان يخدم في بلاد روح لبلاده، فما برشا وضعيات. الله غالب الله غالب ان شاء الله. يعطيك الصحة خويا رضا، يعطيك الصحة وشكرا على الأبيات اللي ختمت بهم، ربما أحسن قفلة نجموا نختموا بها المداخلة معك اليوم سي رضا الأسود. على فكرة هو شاعر ممتاز ويكتب حتى شعر منظوم وشعر عمودي بخلاف الشعر الحر، اطلعت على العديد من الأشعار نتاعو. يعطيك الصحة خويا رضا الأسود عن العسكريين المعزولين، كنت معنا ليلة في الحلقة الثالثة من ملف الأمنيين والعسكريين المعزولين، إن شاء الله نوفيكم بكل جديد. شكرا لك سي رضا الأسود. بارك الله فيكم، مشكور خويا الغالي وربي يعزك، وإن شاء الله السيد القائد عقبات المسلحة معناها لفتت معناها للمعزولين هذوما اللي بالحق راهم تشرطوا وضاعوا، ناس ولات تفكر في الانتحار راهو بالحق من أجل معناها لذة العيش الكريم، وراهو من حقنا احنا باش نعيشوا معناها العيش الكريم في وطن ولدنا فيه حرار. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. شكرا. احنا مش نمشيو ان شاء الله، مش عارفين معناها قاعدين ناس تموت معناها بشويه موت البطيء ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ينظر للملف نتاعكم من طرف السيد رئيس الجمهوريه في اقرب فرصه، لانه بالحق الوضع ما عادش ينجم يستنى اكثر. لعائلات زملائكم المعزولين كل ما برك نحب نختمها لكل العباد راهي موجوده، قول له يا سيد الرئيس يا سيد قائد القوات المسلحه ابعث مور جديد معناها على الملفات اللي عندك وشوف الوضع نتاعهم كيفاش. شوف لو تلقى المعرس مرته في شيره هو في شيره، لو تلقى الناس معرفه بلاق قضيه تاع بلاق، لو تلقى ناس بالحق معرسين وعندهم صغار اللي معناها اولادهم قريب يشدوا الجامعه ويطلبوا، لو تلقى اللي محطوبه بطلت من خطيبها، لو تلقى اللي خاطب على ابواب عرس بطل. كيفاش انت تحب يواصل حياته لهنا وهو معناها السبب لخروج نتاعو لا يرتقي باش يكون معناها انسان معزول. واضح واضح خويا رضا، يعطيك الصحة، كنت معنا في الحلقة الثالثة، ما زلنا متواصلين مع بعضنا نقعدوا على تواصل رضا الأسود. شكرا لك عن العسكريين المعزولين. به سي مشكورين خويا انا نتابعوا ميرسي عايش. شكرا شكرا رضا، يعطيك الصحة يعيشك. به هذوما زوز ضيوفنا سي مزليك، خليت لك انت كلمة الختام ومن بعد باش نقفلوا الحلقة الثالثة هذه، وما زالت الحلقات ان شاء الله كما قلت الحلقة الرابعة تكون كورونمون للمجهود اللي عملناه سواء انتوما او الصفحة نتاعنا والناس اللي تبع فينا ولا سندتكم، ان شاء الله تكون احتفالية بعد ما ياخذوا هما حقوقهم ان شاء الله. سي عبد السلام، هي هذه حلقة نتاع نضال، شنو حلقة مش نحكي على اليوم معناها هذا تواصل الموضوع، هذا هي حلقة نتاع نضال مسترسل، نضال المسترسل هذا فيه نكهة نكهة معنوية، الإنسان يحس في روحه يقدم في حاجة للوطن للبلاد، الناس هذوما اللي كبيرة البلاد، الناس هذوما اللي يحملوا الزي الوطني سواء اذا كان امني ولا عسكري، راهو يحس في نفسي انا اليوم تحمل انت الزي العسكري سواء كانت امني ولا عسكري، وغدوه انا نشوفك في الشارع معناها في وضعيه يوجع القلب يوجع القلب، وعائلتك معناها لا قدر الله كذا. والله الاتصال الاتصال يوميا، ونحكي لك انا على حاجات يهموا حتى الاولياء نتاع المعزولين، فاهم معناها حتى نساء كبار تتكلم وتدعي بالخير وكذا وكذا، لا لشيء لانك تكلمت مجرد كلام، خليها انت كرئيس الجمهوريه باش تعمل اكل ولا ما انت باش تحل الموضوع، راهي باش يكون معناها هذا حاجه ما صارتش. وسوف يحسب لك في ميزان حسناتك قبل كل شيء. حتى الامل لعائلات ولابناء عائلات من اجل نفس الحياه، ما نقولوش لقمه العيش، من اجل نفس من اجل نفس الحياه، والناس هذه راهي في حاجه ماسه ماسه للمسه من اعلى هرم في السلطه اللي هو رئيس الجمهوريه، ان شاء الله. وهو راهو السيد رئيس الجمهوريه قام بالموضوع، الموضوع عنده وقبل الموضوع بالايجاب، وانا عندي المعلومه كونه بحول الله فما كان الخير، لكن ان شاء الله الخير هذايا ما يطوالش، راي الناس هذه ما عادش تنجم، راي الناس هذه احنا هذه نجم، وان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي نكونوا احنا معناها ادينا واجبنا. بالضبط، باش نعاود ناكد بربي سي عبد السلام قبل كذا، نعاود ناكد راهو موضوع المعزولين خذيته انا على عاتقي، وراهو نخدم فيه انا بصفه شخصيه متطوع لله في سبيل الله، الموضوع هذا راهو يهمني انا كامني متحمس، علاش؟ خاطر الناس هذه حملت الزي، والناس هذه تمثل الوطن، والناس هذه تمثل العلم، احنا رينا دنيير مو مراسلات من قطر من غيرها من الناس كانت تحكم من الناس كانت تحكم قبل باش فهمتي يستقطبوا الناس هذه والناس كذا باش يعملوا لنا بوبلي في البلاد، معناها الناس فهمتي ولا كونا كذا باش تمشي فهمتي من غرفه تصبح في بلاد اخر، راهو هذايا احنا ما يشرفناش وما نحبوش الشيء هذايا، نحب ولادنا
بيناتنا يخدموا بلادنا، يقعدوا هما حماية الديار نتاع حومهم نتاع الوطن نتاعهم نتاع ولاياتهم نتاع معتمدياتهم نتاع مقر سكنهم نتاع كذا نتاع كذا. واي تونسي راهو يحمل الزي سواء اذا كان هو ما نعرفش من ولايه ويخدم في ولايه اخرى، راهو ولد الشعب ولد الولايه هذيك، وراهو يمثل الوطن لطالما هو يحمل شعار الوطن بالضبط. ويحيي العلم ويستعرف كامل الوطن والعلم. وان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا ربي رئيس الجمهوريه تحسب لك للتاريخ، ستسجل اسمك للتاريخ في ارجاع معنا هؤلاء المعزولين والضباط المحالين على التقاعد والمتحصلين على الاحكام الاداريه النهائيه وتنفيذ الاحكام الاداريه للمباشرين واعاده توزيع الخطط المهنيه ووضعية المتقاعدين. هذه راهي وضعيات معناها مزريه. الناس هذه راهي بالالاف راهو ما حكيناش على الباز. شو الباز؟ الباز هو وقت جينا باش نعملوا قانون اساسي، باش ما نطولش عليك، باش نعملوا قانون اساسي لقوات الامن الداخلي في بدايه الثوره. ووقع تعطيله مع الناس اللي حكمت حتى للتو. القانون الاساسي احنا تو ناخذوا بلاش قانون اساسي. معنا ما وصلناش قانون زجر الاعتداء على الامني. هاو كان صار اللي صار والارهاب، وما فماش واحد امني استشهد ارهابي وعيطته خذات حقه. هاني باتصال بعائلات شهداء الامنيين الكل، والله الا فما عائله خذات حقها كامل، ولا فما عائله عايشه كيما العباد، راهي الناس تعبت. احنا دنير نوصلوا حتى الزميل اللي استشهد في مكنين مرابط، سامي مرابط استشهد في مكنين. انا شفنا معناها في المناسبه نتاع استشهاد ولات مناسبه هي الساعه ورد وتصور وكذا وشنو كل ما تعني لا حد شيء. عيلة الراجل ما خذات حد شيء، مرته ما خذات حد شيء، اخته عطوها باش دخلوها تخدم في بلاصته ما خذات حد شيء، امه تعاني، عيلته تعاني، ويومين ولاده معناها كي يشوفوا تصوير تبوهم ترجع نفس الذكرى. هي وين وين هو الوطن؟ مو عندي وطن يحميني انا، وطن يحميني انا. كرا فما تصويره سمحني، ثم تصويره معناها تعدى برشا على الفيسبوك قبل ما وقت وقع احتلال العراق، وقت الناس هز السكان على ظهورها وراح للعراق ما تعرفش وين ماشي بلا وطن. ما نحبوش روحنا بلا وطن، احنا نحب روحنا ولاد تونس، تونس عزيزة وغالية، تونس نحبوها وتونس لنا، ديما نقول تونس لنا. كي العادة مسك الختام تونس لنا. مشكورين وبارك الله فيك. يعطيك الصحة أنت سي المنزلي على تلبية الدعوة وعلى حضورك معنا وعلى استمالتك في الدفاع على ملف منظوريك المعزولين ولا يتعرضوا المظالم اللي كنت تحكي فيهم الكل. إن شاء الله يا ربي كما قلت فما لفت نظر المرة هذه بالحق معناها وحيني وفوري من طرف رئاسة مؤسسة رئاسة الجمهورية. لانه الناس هذه تمر بظروف قاسيه وحكينا فيه برشا الكلام هذايا، تمر بظروف اكثر من قاسيه، وفي هالظروف هذه نتاع العوده المدرسيه ابنائهم راهم ماهمش لاقين باش يمشوا يدخلوا يقراوا، مش لاقين يمشي يشري لهم ادوات، مش لاقين يمشي يصرفوا عليهم كما الناس الكل قاعده تصرف على على اولادها. دونك لفت نظر بربي سيد رئيس الجمهوريه في اقرب الاجال تنصف الناس هذوما وتفتح الملف نتاعهم وتخلي العائلات هذه تفرح على الاقل وترجع لها الفرحه. خليني نقول لان الناس هذه عندها سنين ماهيش فرحانه، خلي ترجع الفرحه لقلوب عائلاتها على الاقل ويحسوا بنخوه كون ابوهم امني، بنخوه كون ابوهم. هذا حق يستنى فيه الشعب التونسي بالضبط. هذا كي نحكي على ضباط المقالين انا توا من 2011 ونزيدها من 17 تاع الحرس 2012، راهو هذا حق يستنى في الشعب التونسي. الناس هذوما راهي الناس ما تعرفش علاش خرجتوهم. صحيح. حتى شنو لو عندي اليوم مثلا، عندي اليوم مثلا ثلاثه ضباط من الحرس ما عندهم حتى شيء، واحكام الاداريه موجوده وكانوا مديرين وكانوا كذاين ولاباس خويا، وحكم الاداري موجود وانت خرجت. هي الغريبه هي ما عندهمش فلوس تنصفهم عليها. رجعوا يخدم اخويا. هذا الملف، هذا الملف نتاع الامنيين المعزولين، كيف كيف ما نساوش اعوان الديوان المعزولين. ان شاء الله باش يكون كان باش يكون معنا حاضر اليوم ممثل عن اعضاء الديوان او اعوان الديوان المعزولين باش يحكي على الملف نتاع منظوري كيف كيف اللي تم عزلهم بطرق جائره وغير قانونيه الى اخره، ولا تم معناها خليني نقول الاعتداء والتعسف عليهم من خلال قرار العزل هذايا. يعطيكم الصحه على حسن المتابعه. الملف هذا كما تعرفوا احنا كيما نشدوا في ملف ما نسيبوش. دونك الملف هذا كما قال سي المنزلي حلقه من حلقات نضال مسترسله ومتواصله، نوروا الشعب التونسي على الناس المظلومين، نوروا الشعب التونسي على شريحه كبرى من التوانسه الا بالحق تعرضت لمظالم كبرى وعائلتها تعيش في ماساه حقيقيه. دونك معنا لا ناقه ولا جمل كما تعرفوا. شكرا لضيوفنا الزوز، نتوجه لهم بتحيه شكر، وكما قال سي المنزلي تونس لنا. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. مشكور.